بالنسبه للصفات وتصريفها وكده، تمام. ايوه تمام. وهنا احنا بنتكلم على الصفات، هنا لما يكون في ادوات تنكير، يعني كلهم في ادوات تنكير، هنا مفيش ادوات مذكر، كلهم ادوات تنكير. اوكي، بس تمام تعالى كده ايه، هنا بيسألك سؤال: بصحى بنزيف فبتدي بمخ كاوت، تمام، يعني انت عملت ايه او اشتريت ايه الاسبوع ده؟ ايش حابب مثلا؟ اي نويز هاندي كاوت. هنا قال لك ايش حابب؟ اي نويز هاندي اند اين بلاوين كوجل شرايبر كاوت. حابب اي نويز هاندي اين بلاوين كوجل شرايبر اند اين روتر هوزي ميت شوارسن كيرتل. مستر ممكن الترجمة يا مستر؟ مش حاضر، تمام. هندي دي معناها احنا خدناها قبل كده ايه؟ ايه تليفون. تمام. هنا قال لك اشتريت تليفون جديد، وهنا اين بلاون كوجل شرايبر. كوجل شرايبر اخدناها قبل كده معناها ايه؟ كوجل لا ثلاجة. لا، كوجل شرايبر يعني قلم، قلم جاف، تمام. صح كوجل شلايبر. افتكرته. تمام، كوجل شرايبر ازرق، تمام. هنا اينن، ايوه هنا اينن، فاخدت النهايه ايه؟ اي ان. وهنا اين دي بتاخد ضس، فتاخد ايه؟ اخدت ايه؟ اي اس، عشان هي محايد بتاخد ضس، تمام. هنا زود ايوه عليهم الهوزي اللي هو بنطلون احمر، تمام، بنطلون احمر بتاخد دي، وحط ايه؟ اي، تمام. هنا مت جوارزن جيرتل، جيرتل الحزام، حزام اسود، تمام. فهنا جت لطيف، فاخدت نهايه ايه؟ اي ان، زي ما احنا عارفين. اوكي، ايوه بس كده، هي دي بس حتة تدريب كده على نهاية السنة. تمام. تمام. هنا في حاجات ممكن يقولها الكوندي، الكوندي اللي هو الزبون، ممكن يقولها الفوركايفر، الفوركايفر اللي هو البائع، تمام. تمام هنشوف الجمل دي، الحاجات اللي ممكن يقولها الزبون هنحط عليها كوندي، حرف الكي، تمام. والحاجات اللي ممكن يحطها البائع هنحط عليها حرف الفاو، تمام. يعني مثلا هنا اشيت جيرن، يعني انا عايز، فمين هيقولها؟ اكيد الكوندي، صح؟ ال ايه يا مستر؟ اشيت جيرن، الكوند اللي هو اللوز اللي زي الكاستمر الزبون صح؟ اه زبون، تمام. فيركوفر اللي هو بيساعد او اللي هو البائع البائع. بيبيع، ايوه تمام. فهنا مثلا ايش تجيرن، انا عايز، هيقولها مين؟ مين اللي هيقولها؟ الكوند برافو عليك، كوندي، حطينا قصادها حرف الكي. الثانية تمام. اللي بعدها مصدر في الزاين، يعني ممكن اخدمك ازاي، هيقولها مين؟ الفيركوفر تمام، حط حرف الاف او الفاو، تمام. اللي بعدها مش تنزي ليبر اودر ليبر، واحد بيخيرك بيقول لك انت عايز كذا ولا كذا، هيبقى مين؟ الفيركوفر تمام، تمام. ايش نيمي، انا هاخد الكوندي ولا الفوركايفر؟ الكوند تمام، ماين زي اودر، واحد بيخيرك بيقول لك تقصد كذا ولا كذا، هيبقى مين؟ الكوند قصدي اقصد الفيركوفر. تمام، دان جيبن زي مير بيتا، يعني اديني تاني ايه؟ دي مين اللي هيقولها؟ الكوند تمام، زول ايش اودر زاين، تمام، يعني هيكون كذا ولا كذا، فمين اللي هيقولها؟ الكوند لا، دي فور كيفا، لما فيها حاجة فيها اختيارات، يعني واحد بيديلك اختيارات، ده بيكون اتباع. آخر حاجة هير زين زي مال داس زين دويد باي دي ام انجبول، هقول لك الحاجتين دول في العرض النهاردة، ده مين؟ المركوفر تمام، برافو عليك. اوكي، ده بالنسبة للتمرين ده، تمام. على كده في تمرين رقم 8، هنسمع في اوديو، تمام، بعد لما رجع اوتو بقى بالحاجات الكتير اللي هو ايه اشتراها اللي في الصورة دي.
بعد ما نجي حاجات كتير نشتريها تمام، تعال نروح للميد وونر الناس اللي ساكنين معاه، تعال نسمع ايه اللي حصل ما بينهم تمام. بس هنا مثلا في الجمل دي في 5 جمل، عايزين الجمل دي في حاجات غلط، كل جمله فيها حاجه غلط، فعايزين نشيل الحاجه الغلط دي ونحط ايه الحاجه الصح. زي مثلا ايه اخر حاجه اللي هو اوتو حط زيرجوتي نيرفن مايند بيرنر تمام، فقال لك لا هو زيرجوتين دي غلط، هو حط كاينين جوتين نيرفن يعني ما عندوش اعصاب تمام. تمام. تمام، وهنشوف بقى الجمل، بقى هنسمع الاوديو ونركز في الاوديو ونركز في الجمل دي. اوكي Aufgabe 8. Was? 87 Euro und 30 Cent? Ja, ich bekomme 29 Euro und 10 Cent von jedem von euch. Bist du verrückt? Warum hast du denn so viel eingekauft, Otto? Ihr habt ja keine genauen Angaben gemacht. Keine genauen Angaben? Hallo? الو مستر، مستر عدو من الاول ما سمعتش حاجه. حاضر. Aufgabe 8. Was? 87 Euro und 30 Cent? Ja, ich bekomme 29 Euro und 10 Cent von jedem von euch. Bist du verrückt? Warum hast du denn so viel eingekauft, Otto? Ihr habt ja keine genauen Angaben gemacht. Keine genauen Angaben? Quatsch! Hier, seht euch mal eure Einkaufsliste an. Was ist eine normale Milch, hä? Es gibt Vollmilch, es gibt fettarme Milch, es gibt Magermilch, aber es gibt keine normale Milch. Doch, für mich ist Vollmilch normal. Ach ja? Und woher soll ich das wissen, lieber Bruno? Ich wohne seit gestern Abend hier. Seit genau... Moment. Seit genau 18 Stunden. Das stimmt, Otto. Aber warum hast du uns denn nicht angerufen und gefragt? Tut mir ja so leid, Jochen. Ich hab mein Handy vergessen. Ach komm. Otto, kann man mit dir kein kleines Späßchen machen? Otto! Willst du etwa kein Frühstück? Leider hat er keine guten Nerven. Abdu? Hallo? Hi, Miss. تمام ولا ايه؟ أول واحد ده بس هي اللي عرفتها، الباقي ما عرفتوش. تمام، تعالى نشوف كده مع بعض ونشوف بالراحة. دير أينكاوف هتبقى ايه الصح؟ هتبقى هي ما اظن الرقم الاولاني صح، التاني بقى هو اللي اتغايسك. لا هي اختن زيبسش درايسش تمام، او زيبن اند اختش درايسش. اوكي ده الصح. تمام تمام. اثنين يوها يوخن اند برونو مايند اوتو هات تو فينيش اند كاو، يعني هو اشترى حاجات قليله، فتبقى ايه الصح؟ لا هات زو وكتير، يعني ايه فيل سو فيل فيل زو فيل او فيل اخر كلمه كانت ايه؟ اين كوت. تمام اين كوت. تمام اللي بعدها رقم 3 في البونو فيت ارم ميلش نورمال ميلش، يعني بالنسبه له اللي هو الفيت ارم ميلش ده هو ده النورمال ميلش. ايه الحاجة الغلط هنا؟ فور برونو است نورمال ميلش لا هنا هيبقى فول ميلش. لا الميلش ده مكان فيت ارم ميلش تمام؟ يعني هنشيل فيت ارم ميلش ده، يعني نشيل فيت ارم ميلش ده ونحط في الميلش. اوكي معايا ولا ايه؟ الو الصوت قطع يا مستر.
معاك تمام؟ تمام تمام رقم أربعة أوتو فون زايت أختن تاجن إن دير ويجي إيه الحاجة الغلط هنا؟ هي فيجي يعني إيه؟ فيجي دي معناها شقة، شقة الشباب. طب و او تاجن دي يعني ايه؟ أيام يعني بقى له 18 يوم. هل هو فعلا ساكن بقى له 18 يوم؟ أظن 15. لا هو ساكن بقاله 18 ساعة. 18 ساعة. قال لهم انا ساكن بقى من امبارح زائد جسترن يعني من امبارح انا عندكم تمام. فقال لهم اونجيفير 18 ستوندي يعني حوالي 18 ساعة مش 18 يوم. اوكي ستوندي يعني ساعة. تمام بس انا بيقول لك مثلا نحكي على موقف haben Sie schon mal das falsch eingekauft يعني هل انت اشتريت الحاجة غلط مثلا قبل كده. فهنا بيقول لك ليست مونات هابش فير دراي بيرزونين 5 كيلو جرين برونين كاو يعني الشهر اللي فات انا اشتريت ليش 3 اشخاص 2 كيلو فول اخضر داس فار سو فيل ده كان كتير جدا دي زو هابن وير دن دي نيكست دراي تاجن بونينج جيسن علشان كده قعدنا لمدة 3 أيام متتالية ناكل فول. أوكي فده يعني بيقول إن هو اشترى حاجة بشكل كتير يعني عشان كده الموضوع ده كان واضح تمام. ألو أيوة مستر معاك. تمام تمام هنا بيقول لك ان انت رايح تاكل انت وحد زميلك رايح تفطر انت وحد زميلك وبتطلبوا حاجة. فهنا مديلك المنيو وبيقول لك ايه اطلب يعني الحاجات اللي انت عايزها. فاغلب المصطلحات دي ايه اللي اخدناها يعني هنا مثلا كلاين فريشتك يعني فطار صغير وهنا جروس فريشتك فطار كبير وهنا ايوه فرانسيس فريشتك يعني فطار فرنساوي. وهنا مثلا البيض اذا كان مثلا هارت ولا فايش. فايش يعني معناها مستوي مش مستوي قوي تمام. وهنا هارت مستوي قوي. وهنا بطاطس مهروسه وهنا اوبس سلات وكرواسو بريتشن تمام يعني دي كلها منيو. وهنا المشروبات اعتقد ان احنا الحاجات دي كلها اخذناها تمام. تعال نقرا الحوار ده مع بعض كده. انت هتقرا الحاجات اللي في المربع دي وانا هقرا الحاجات اللي في المثلث. اوكي تمام اقرا كده ابدا يا عبد مستر. انا ابدا بالاول ولا حضرتك؟ شلت انا هبدا بالمربع. ما المربع هو الاول. ايوه حضرتك قلت انا هبدا بالمربع. ماشي ايش حابب دي اين كلاينس فريشتك بيشتل. اوكي ابر ايش ما كان مرمليدي ايش مش تليبر ايش مش تليبر اي بقى بينو قط هتكمل بحاجه يعني مرمليدي ايش مش تليبر اكمل بحاجه. ممكن تقول مثلا بوتر او مثلا شينكن او كيدي اي حاجه زي كده. اوكي ايش مشت بوتر تمام. ايش هوفي دو ماكس اير ايش هابي دير نيمليش اوخ اين واش جيكوختس اي اشتل مستر دي معناها ايه؟ انا اتمنى انك تحب البيض انك بتحب البيض. انا طلبت لك بيض مش مستوي قوي. اوكي تمام اقول او يا فيش جيكوخت اير ايزي اجدان. تمام انا بحب اكل ايه البيض اللي مش مستوي. اوكي ايوه مش
بس كده هو ده الدرس بتاع النهارده. تعال نراجع عليه بشكل سريع كده، من الحاجات اللي اخدناها. هو اخدنا في الجراماتيك اللي هو هنا adjective declination، يعني تصريف الصفات لما يكون في ادوات نكره. يعني مثلا كل القصه دي اللي احنا اتكلمنا فيها هنا على ادوات النكره، تمام. هنا قلنا النومينيتيف حاله الفاعل، بنحط الحاجات اللي في نهايه نهايات الضمائر. مثلا هنا زي دير هنا بتاخد اي ار، تمام. هنا داس هتاخد اي اس، هنا دي هتاخد دي، تاخد اي في الاخر. اوكي، هنا برضو دي هتاخد اي في الاخر. اوكي، هنا مثلا اينن، هنا مثلا لو دين تاخد دين. يعني هنا مثلا دير هتاخد اين ماجرر، اخذت اي ار. هنا داس هتاخد اين هيلس، هنا اي هتاخد اي، هنا اي هتاخد هيلي، هنا دين هتاخد اي ان ماجرين، تمام. وهنا داس برضو هتاخد اي اس، دي هتاخد اي، دي هتاخد اي. والضطيف ده سهل، ياخد كله بياخد اي ان. اوكي تمام. وقال لك زيهم برضو لما تاخد كاين او ماين، الاثنين زي بعض يعني، تمام. مثلا كاين او ماين هيلين بريدج. بس هذا الحاجه اللي احنا اخذناها في الجراماتيك. وخلي بالك احنا اخذنا النهارده انديفينيتا ارتكل، لسه هناخد قدام كده ادوات المعرفه ولما يكونش في اداه. اوكي تمام. بعد كده لما نتكلم اتكلمنا على اين كوفن، عن الشوبينج. لما يجي بروكافر يسالك انت عايز ايه، بس ظرف الزين قول له ايش هتجار، او كانش ان هيلفن برضو ايش مشت او ايش براوخه. بعد كده يجي خيارك ما بين حاجات، يعني مش تنزي ليبا اوضه ماين دي كذا او كذا، زولس كذا او كذا، تمام. بعد كده ده زين هايت باي دي ان انجيبوت بيفيك ظرف الزين، يعني انت عايز كام او كميه كام. مش تنزلس نوخ ادوس، انت عايز حاجه ثانيه غير ده، عايز حاجه ثانيه. تقول ناين دانكا او ده سيست اليس، يعني ده كل حاجه. دارفش نخ ادوس زين، يعني هل انت عايز حاجه ثانيه برضو؟ لا ده كل، تمام. او تقول انا عايز حاجه كده. اما تيجي تعبر عن الحاجات اللي انت بتحبها فور ليبن، يعني الحاجات المفضله بالنسبه لك، ايش هافي دير اين كرانش بيشتك اين باشز اين بيشتل، بتقول مثلا ايش ماك كاين مارميلاد، مش بحب المارميلاد، ايش مش تليبا، انا عايز كذا احسن او بحب اكتر كذا. ايش هو في ذا ماكس، انا اتمنى انك تحب كذا او يا مثلا مارميلاد ايش ايش جن، انا بحب مثلا المرض. فدي ازاي تعبر عن الحاجه اللي انت بتحبها اكتر او الحاجه اللي انت ايه محتاجها. اوكي تمام. في عندك اي اسئله في الدرس ده؟ لا تمام يا مستر. تمام. خلاص كده، يبقى كده خلصنا.